السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. بقول لك شيخ، انا سؤال بسيط كده. تفضل. طالب العلم لو عايز يبدا بدرس العقيده الصحيحه، يبدا باي كتاب؟ كتاب التوحيد للشيخ الاسلام، يبدأ بالقرآن، وبعدين الكتب في ذلك متعددة، كتب في ذلك الباب متعددة. كتاب مثلا التوحيد، لكن كتاب يكون محقق الأحاديث، نسخة تكون محققة الأحاديث، وينتبه لبعض المسائل كالعذر بالجهل ونحوها. وعندك أيضا كتاب مختصر العقيدة بيتكلم الطحاوية. عن اللي هو كتاب الشيخ محمد الوهاب، كان حلقه لذلك اللي هو لا يغضب بالجهل، نعم بيغضب بالجهل. نعم ماذا قلت؟